على وقع طبول الحرب ولدت أهازيج ورقصات سعودية تعاقبت عليها الأجيال وتغنى بها في الأعياد والمناسبات الوطنية وحتى الأفراح تباهيا وفخرا بتاريخ الأجداد الأصيل. في فقرتنا اليوم هنتعرف عن تاريخ الرقصات السعودية وأنواعها ودلالاتها، ولكن في البداية خلينا نشوف هذا الفيديو عن بعض هذه الرقصات السعودية ورجعين. نرحب بضيوفنا المختصين بالتراث، الأستاذ عامر الخالدي مهتم بالتراث والفنون المختلفة، وأيضا الأستاذ ماجد القحطاني عضو فرقة الجزيرة للفنون الشعبية. يا أهلا وسهلا بكم. يا أهلا بكم، الله يحييكم. في البداية نبغى نتعرف على مفهوم الرقص الشعبي في السعودية. من الجمال أساسا أول حاجة نقول أنه التراث هو يعني هوايتنا، فتراثنا الحمد لله جدا عريق جدا في السعودية بالذات، بسبب أنه كبر السعودية تقريبا عندها حوالي 7 مناطق موزعة بين شمالها الجنوبها غربها شرقها لوسطها، فهي جزء من تراثنا اللي هي هويتنا، فهي تروح أجيال والحمد حافظنا عليها. كيف صار الأجيال نفسهم يعيدونها للأجيال اللي بعدهم، فصارت رسالة متكارثة مستمرة بين الأجيال، هذا شيء من جمالها، فهذا يعطي طابع الفخر مين أنت بنت البلد. طبعا هذه من جمالها. جميل جدا. طيب كمان نسأل الأستاذ ماجد عن حاجة، الأشياء اللي تميز الرقصات، أو خلينا نقول إيش هي العناصر اللي تخص الرقص الشعبي بشكل عام، أدوات لبس، أدوات الموسيقية اللي ممكن يكونوا تكون معاهم. من ناحية الأشعار اللي هي القصائد الحربية، من ناحية الزي في اللي هي المجند، الخنجر برضو، المرودن اللي هو اللبس اللي يلبس تحت المجند، وحتى تختلف الأثواب يعني. هذا اللي يسمونه اللي هي الجواليس، هذه تكون مرتبطة بنفس الزي. صحيح. اي نعم. طيب أستاذ عامر، خلينا نتكلم عن الرقصات الشعبية في السعودية، إيش اللي يميزها؟ زي ما ذكرت السعودية كبيرة فيها مناطق كثير مختلفة، وفوق كده بنشوف رقصات مختلفة تماما بين كل منطقة والثانية. لو طلعتي أساسا اللي يميزها بشكل عام هو الترابط بين الوحدة اللي بينهم، فهذا تحس دائما مسكة اليد بينهم مع بعضهم. صح. فهذا من أحد جمالها أنه إحنا مترابطين في بعضنا. هي صح لو رحنا للتاريخ القديم هي كانت نوع من يسمى في الحروب، انه ما يجي يتجهز الجيش ضد الناس او اللي جايين عليكم، فكان يتحدوا مع بعضهم. فالحمد لله احنا حافظنا على التراث، حولناه لثقافه فنيه شعبيه للسعوديه، فهذا من جمالها. فمن الاشياء الثانيه الحلوه دائما ايش تحصلينها؟ يقفون صف واحد، ما تحصلين يعني متراثرين عن بعضهم. فهذا شيء يجملها اللي هي الوحدة، الترابط مع بعضنا، تحصل الطرف واحد والطرف الثاني قدام بعضهم، فكل منهم يقوم على الثاني، ويجي منها الشاعر يبتدي يلقي بشعره. صحيح. ويردونه، فصارت نوع من اللقاء. فهذا عشان كذا احنا نقول ثقافات، فسبحان الله الثقافه فنون، وهذا جزء جميل من فنون ثقافه بلادنا الغاليه. اكيد طبعا. ايش اللي ممكن يكون مختلف من رقصه للثانيه؟ يعني ايش ممكن يخلي كل رقصه متميزه عن الاخرى؟ لانه في اوقات الرقصات معينه مثلا ما يكون فيها شعار. احسب كل منطقه ولا نطق صح، تختلف كل منطقة. كل منطقه لها لون يميزها، زي الحين عندك النجد اللي هو الارض النجديه، عندك الجنوب اللي هي رقصه الزامل، رقصه القزوعي والخطوه، عندك الشرقيه، عندك اللي هو برضو المنطقه الغربيه اللي هو المجرور، ولا لا اله الا الله المزمار. المجرور اية واحد اللي يلبسه كذا ملون ويدوره صحيح ويصفقوا كذا صح؟ صحيح. هذه مره حلوه، انا مره تعجبني. لا بس هذه حلوه مميزه لانه فيها الوان كثير وطريقه الرقصه مختلفه، يعني يدوروا زي كذا. ليش؟ ليش؟ اهل البحر.
ايوه صح. شوفي سبحان الله السواحل يعني طالع الشرقيه والغربيه مظبوط زيه مختلف كليا عن الجنوب والوسطى والشمال صح. فدائما سبحان الله اي مكان في العالم اهل السواحل يختلفون بطبعهم زيهم صح. حتى بغنيهم الشعبيه مختلفه يعني طريقه الرقص الشعبي بالفنونهم كل واحد مختلف عن الثاني فتحس انه هذا اهل البحر حق الشرقيه والغربيه تحصلون يا الله يلا حق البحر كنا ينشطون صحيح اوكي فهي بنفس الوقت سبحان الله منها للوحده ومنها للحرب ومنها وقت الصيد يشجعون بعضهم ليلة انتم جاهزه يعني في وقت صعب بتوسط البحر والموج وتبغى تجيب رزقك لبيتك فاهل السمك كانوا كذا يسوونها صح, صح صح نوع من برضه الاستمتاع حتى لو نطول مثلا لاهل الشمال عندهم الدحيه برضه صحيح يعني الاجواء عندهم بارده فتحس انه فيها دفء يعني حتى الاصوات اللي بيسووها فيها دفء يعني فسبحان الله الجنوب نفس الشيء يعني لما بيتماسكوا بالزي طبعا الجنوب الحلو والحاجات الحلوه اللي يحطوها فوق راسهم برضه في نغمات حلوه بيسووها هذه هي ازيدك معلومه تسمعي لي شوفي اهل الشمال والوسطى والجنوب مختلفين عن الغرب والشرق ليه؟ ليش؟ الشمال والجنوب فيها جبال الصوت يرد نفسه مع جبالها صح. الساحلية البحر سبحان الله يسوي ريلينها فضلة الوسطى اللي هي تعتبر تقريبا شبه مستوية صحيح. فتحصل نبرة الصوت في الوسطى أعلى من بقية المناطق صحيح هو على حسب الطبيعة نفسها بالضبط. يعني على حسب طبيعة المنطقة اللي هم ساكنين فيها سواء كانت جبلية أو ساحلية هذا الموضوع كله بيلعب دور كمان جدا. كبير في الفنون الشعبية اللي بتكبر معاهم في الأجيال بس الحلو في الموضوع أنه هي بتوصل هذه الفنون وتفضل تاريخ متمسكين فيه طبعاً. احنا نفتخر فيه طبعا زينا وزي خلينا نقول كثير من الدول العالم عندها فنون زي كذا وما زالت محافظة كل عليها كل دولة لها طقوسها او شبيهتها الخاصه فيها وهذا شيء طبيعي هي الرقصات يعني متشابهه بشكل عام كان الهدف منها واحد يعني انا كنت اسال استاذ عمرو استاذ ماجد تحت الهواء وقلتوا لي انها كانت للتخويف اكثر هل هي الرقصات بشكل عام كذا الطبول طريقتها كانت الحين الموجود حاليا اختلف عن ايام زمان زمان كان السلاح الابيض صح فكان الطبول العاليه هي انك تجهز الجيش وتخوف العدو قبل لا يجي وخاصه زي ما قلنا إذا أنت في المنطقة الجبلية أو الساحلية في المنطقة عالية في الوسط صحراء طبولك العالية تعطي رعب أكثر فعشان كذا كان طبولها طقوسها مختلفة الحين تحولت إيش إلى فنون ثقافية فإحنا بدل ما إحنا حروب حافظنا عليها كتراث نوع من تراثياتنا طب والحلو في الموضوع يمكن أستاذ مجد أنت راح تجاوبني على ده السؤال أكيد إنه هل هناك فعلا أو خلينا نتكلم عن الزمن ده الجيل ده الآن في أشخاص مهتمين فعلا بالمحافظة على مثل هذه التقاليد فيه حاليا فيها بس كان اللي هو ينقصر بس اللي هو الإعلام ما كان يعني إعلامية ما كانت منتشرة اللي كان يعني دائما يتكفى بالأشياء هذه اللي هو مهرجان الجنادرية صحيح وبس الحمد لله الحين يعني صارت خلاص الحين معروفة في الأعياد في اليوم الوطني وحتى الحين في المناسبات في الزواجات صاروا اغلب العوائل الحين يعني يلجؤون للعرضات اكثر من الفنون الثانيه. صحيح صحيح وهذا الشيء حلو يعني اننا نحافظ على تراثنا وزي ما ذكرت بنشوفها كمان في المواسم في المهرجانات لازم بتكون جميع اشكال الفنون الشعبيه موجوده عندنا وفي اهتمام مره كبير من وزاره الثقافه بخصوص فنوننا الشعبيه. ما ادري هل كيف الطريقه المناسبه اللي نحفظ فيها هذا التراث عشان ننقل للأجيال القادمة اللي قلتيه جزء بسيط من اللي احنا نطلبه كثقافة الفنون ليه؟ يعني زي ما تفضل أخوي العزيز أنه بدأنا في الجنادير بدأنا لكن أقول ما هي كافية صح ما حافظنا عليها بطريقة مستمرة يعني الإعلام له ثقل كبير أنتم وغيركم القنوات التلفزيونية لها ثقل كبير أنا برأيي الشخصي كثقافة فنون يجب أن تكون في كل مناسبة مزبوط لأنه الجماعة مو طالبين مبالغ كبيرة شيء رمزي بس ثقافتنا تفضل حضارات عشان تكمل أجيالها عفوا الحين انت لو تعلمتي لو ما علمتي اولادك العلم راح نفس الشيء تخيلي ثقافتنا بالفنون الشعبيه هذه نفس الشيء فانا برايي مو بس فقط جنادريه لا لازم تكون في كل حفل رسمي مزبوط. كل افتتاح كل مهرجان معرض فنون اي معرض فنون تبغينه هو بالسينما هو بالفن الرسم هو بالنفس الرسم فنون النحت لانه كله فنون يفترض ان تكون بدايتها كيف دائما نقول السلام عليكم افتتاح اي حفل طبعا بعد السلام عليكم نحط
العرب. أنا أتذكر في ختام موسم الرياض كانوا مسوين يعني حفلة ختامية ليلى بنت الأحلام أو ليلى في أرض الأحلام، وأتذكر حضرتها كانت كلها عبارة عن ليلى هذه كيف بتغوص في كل مناطق المملكة وبتشوف الفنون الشعبية الجميلة من كل منطقة. صراحة كان عرض جدا مبهر وكان ختام جدا رائع. إن شاء الله يا رب ترجع هذه الأيام مرة ثانية. يعني وقفت المهرجان وقفت وقفت التراث ما كملت. أنا شيء بقول لا، مفروض تكون في كل مناسبة، ما أنتظر موسم رسمي سواء موسم الرياض أو السعودية أو أي مناسبة عندي يفترض تكون موجودة. الحين عندنا افتتاح القدية قريب، ان شاء الله اتوقع انه حيكون في لها نصيب جدا. طبعا طبعا الدرعيه ما سوينا فيها العام. ليه؟ تذكرون الدرعيه اللي مسوينا مهرجان الدرعيه العام؟ ما كان غير شيء بسيط. انا برايك المفروض كل يوم يكون له جزئيه. عندنا يا جماعه قلنا خمس مناطق، خمس انواع من الشعوبيات ثقافتنا، وخصوصا في اجانب كثير بيجوا البلد. شكرا. في سياح يعتبر دعم رئيسي للسياحه السعوديه. صح. والخارجيه. صح. يعني ترى مو كلنا نعرفها، اهل الشرقيه ما يعرف الجنوب، واهل الجنوب ما يعرف الشمال والوسط وهكذا، فما بالك اللي مقيمين ضيوفنا والسياح اللي جايين، فهو يعتبر نوع من الثقافه لدعم السياحه بنفس الوقت. صح. صح. معك حق، معك حق استاذ عامر. يمكن كمان تختلف معاني حمل السيف، ما ادري استاذ ماجد اذا معايا ولا لا. في رقصات فيها سيف وفي رقصات ما فيها. صحيح. اذا توضح لنا كذا ايش معنى حمل السيف في كل رقصه شعبيه؟ السيف زي ما تفضلنا في البدايه انه من ضمن الاشياء اللي تخوف فيها العدو. تمام. اي هذه قبل الحرب. بعد في الانتصارات برضه يعني يتباهون فيها، يعني يلوحون فيها يمين يسار. في رقص اللي هو زي ما احنا بنعرض الان على الشاشه اللي هو يمين ويسار، هذه العرض النجديه، ونرفعه على الكتف. ايش معنى ايوه في العرض النجديه ايش معنى السيف الرقص؟ يعني لما يكون مثلا فيها بعض الابيات تكون فيها مثلا المقصود فيها مثلا راية التوحيد او مدح مثلا للأسرة المالكة وزي كذا، هذه السيوف ترتفع على فوق. اي لما يكون البيت مثلا فيها اللي هو مثلا تمدح طريقتك في الحرب او حاجه زي كذا، السيوف تنزلها وتلعب فيها والشكر نفس الشيء تنزل. نعم. لما يكون عندك ضيف جالس تنزلينه، يعني هو اسف انا رجل ثقافي. أوكي. هو رجل في نفسه. حلو. لما تنزلين السيف تقديرا لضيفك. اوكي. يعني كل حركة لها سبحان الله لها معنى، لها معنى إذا ما هو مجرد حركات. صحيح. الآن في الفيديو برضه اللي بنعرضه في طبلة كبيرة، إيش اسمها هي زي الدف كذا بيكون فيه ملون تسمى الثلثات، وفيه اللي هي تسمى التخامير. في ناس ماجد بتلعب فيه، يعني إذا تتذكري من فترة بترقص في هذه الطبلة. صحيح. بشكل ما شاء الله رائع جدا. صحيح. هل لها معنى معين أو شيء؟ لها معنى بس مو زي ما تقول، يعني شلون اقول لك، بس يعني زي مباهاة، زي مباهاة. اي زي مباهاة، وفي نفس الوقت يعني زي الثقة في النفس. اوكي. حلو. والحركة يعني تعتبر زي ما قلت لك اللي هو الثقة. برضه يعني اذا ما كنت غلطان ماجد، انه سبحان الله كل جزئية او كل منطقة من السعودية في تراثها تتزين باختلاف منطقتها، يعني صح. الطبول كل واحدة لها شكل، يعني طبل واحد بس الزينة اللي عليها. صح. مسكت السيف. أنا تكلمت لك أكثر شيء عن اللي هو العرض النجدية. مع شكل إحنا نتكلم كثقافة السعودية بكل مكانها، حتى السيف طريقة الطراز والأحجار الكريمة الموجودة عليه مختلفة مكان الثاني. صحيح. ونفس طريقة السيف نفسه تختلف. صحيح. أعتقد أهل الجنوب يكون مايل أكثر. أهل الجنوب اللي يكون عندهم اللي هو اللي يسمى الذريع. ايوه. يكون طويل. طلع طلع طلع. الله يسعدك. هذا اللي هو الذريع، هذا يتميزون به أهل الجنوب. بالضبط. يختلف عن الجنبية. وأهل الشمال قصير شوية. أهل الشمال ما يكون عندهم يعني الجنبيات كثيرة. لا ما عندهم. عندهم اللي هو السيوف. بالضبط. أهل جازان نفس الطريقة، ما عندهم أهل جازان تعرف زيهم. والغربية أكثر بالعصا. أيوة. بالعصا. اي صح. هذه هي عشان الناس تفهم في فرق بالشومة. لا ترك رحت ايام زمان. لو بنتكلم فيها بالتفصيل نحتاج حلقه كامله عشان نقدر نتكلم عن كل منطقه. من جد بحر واسع. بحر واسع. ويعني معلومات الان قاعده اسمعها منك، انا حبيت النقاش اللي ما بينكم. قاعدين تذكرونا باشياء كذا من جد يمكن احنا بنشوفها وبتعجبنا، لكن لما يجي احد يتكلم عنا، يجي احد يقول لا يا جماعه هذا تراث احنا لازم ما نخليه شيء مثلا خلاص حصل عندنا وراح مع الوقت، لا من جد نحافظ عليه زي ما انت ذكرت. وهذا شيء حلو. قلت لك انه اذا ما استمرنا في كل مناسبه ستنسى. صح. صحيح. هذا تراثنا يا جماعه الخير. صح. هذا يعني اجيال، يعني جيل من ثلاث اجيال. صحيح. اذا ما كنت غلطان. صادق. وحيكمل بعده، فهي تراث تكمل بعضها، هي رساله سبحان الله. ثقافه
هي رسالة صحيح. فنون فهذه فواجب علينا كلنا نتكاتف فيها عشان لا تروح مننا بالفعل إن شاء الله. بالفعل وأحلى شيء كمان في الموضوع إنه مع اختلاف استخدام الأدوات الموسيقية أو خلينا نقول الآلات الموسيقية يفضل الطبل حاضر في جميع الجهات صحيح. يعني سواء ما لازم الطبل يكون يعني. موجود من ضمن الملابس التقليدية برضو اللي بتظهر كثير اللي هو اللبس اللي كذا في زي الحزام أيوة. وأسود ما عرفتي هذا المجند المجند بس بنشوفه في كذا منطقة مو بس في النجدية موجود في اللي هو في العرض النجدية برضه يلبسون أهل الجنوب وأهل الغربية برضه يلبسونه بس إنه حق أهل الغربية يختلف الشكل شوي الشكل بس الألوان أتوقع التطريز زي ما قال الألوان تختلف عشان كل منطقة تتميز بنفسها سبحان الله يعني هي ما يتفرق عنصرية لا بس جميل إنه يكون كل منطقة لها تراثها لها خصوصيتها بالألوان وطبيعتها وطريقة الرقص وطريقة العارضة نفسها تختلف بنفس الشيء الاكسسوارات اللي معاهم حتى طالعين يعني مسكة السيف تختلف يعني دائما مثلا في العارضة اللي في الوسط يمسكها اللي في الجنوب اعتقد اللي على يمين يمسكها ما هو في الوسطي صحيح مضبوط صحيح فبرضه خلافهم زين اللي في النجدية اللي في الوسط ماسك لها على مسارية واقف اللي هو حامل الراية اللي يحمل الراية صح الغربية والشرقية يتحركون يتحركون يجون حوله فكل واحدة سبحان الله لها ثقافة مختلفة عن الثانية ولها معايير ولها قوانين ولها أسس كل خطوة بخطوتها بالضبط يعني مش حاجة عشوائية زي ما احنا كنا يمكن متخيلينها يعني لا بالعكس لها معايير محددة كمان وجود هذه الرقصات الشعبية في الخارج خلينا نتكلم عن المحافل الدولية واحتفالات اليوم الوطني في الخارج دائما تلاقي مهم جدا حضور هذه الرقصات وخصوصا العرضة العرضة النجدية يعني هي اللي عرفت عالميا هي اللي عرفت عالميا يمكن الأشياء ممكن نضيفها أنه لو نسوي مدارس تعليمية يعني مدارس مجرد أجيال يعني نفس العائلة جالسة تأخذ من بعضها لما نسوي مدارس الحين عندنا مدارس في الفنون الرسم مدارس فنون التمثيل مزبوط. مدارس فنون أشكال والوان زين حتى الأطفال بدت يعني الحين لو تلاحظ كثير مدارس فنون بدت الأطفال من 5 سنوات ليه احنا ما يكون عندنا مدارس تحفظ فنون الرقص الشعبي السعودي اعتقد عندنا في لا. وزاره الثقافه في اهتمام برضه وحاسب عليها احنا عندنا في نفس الفرقه بس ايش داخليا ايه ندرب هذا قصدي داخليا ضمنهم عجبني حماسك استاذ عامر يعني. جدا شيق لا صحيح لانه انت صادق تراث جزء من هويتنا ونبغى نحافظ عليه ونبغاه يستمر وبنفتخر فيه للعالم كله لانه كبير تراثنا كبير ومتنوع ومختلف من جهه للثانيه وكل جهه ترمز لشيء معين وانت صادق في هذه الناحيه يعني لما احنا نبغى نوصل هذا الشيء لاجيالنا للمستقبل طب صحيح لو اذا ما فيش معاهد او مدارس تتبنى هذه المواهب وتسقلها راح تختفي وهذا الشيء اللي احنا ما نبغاه يحصل يعني شوفوا بجيلكم ما شاء الله عليكم ايوه فين لا اي طب ما خلي البال الجيل بعدكم والله ما كنت عارفه للامانه على تخيلوا انكم صغار الصراحه الرقصه الشعبيه انا اعرف انه في رقصه شعبيه بس ما توقعت انها تكون يعني مثلا زي العرضه النجديه يعني مختلفين وكل واحده لها معنى وكل واحده لها قيمه فيها وكل منطقه اجيال يحتفلون بها صدمتوني لما قلتوا لي انها اصلا داخله في اليونسكو صراحه ولكن فعلا احنا نحتاج يمكن في وقت زي ده تحديدا يا ريم في زمن الآن يمكن أغلب معلوماتنا بناخدها من السوشيال ميديا على السريع بشكل بسيط لازم كمان يكون عندنا أحد كل شوية يذكرنا بأهمية وجود التراث في حياتنا بأهمية وجود فعلا عادات وتقاليد معينة لازم نكون إحنا متعرفين عليها وخالدة فيها كمان زي أي معهد تاني الحين لما نروح أي متحف تراثي تراثي الحمد لله وزارة الثقافة جالسة تركز جدا على المتاحف التراثية المنشآت البنية القديمة بس للأسف مع احترامي طبعا للوزارة القائمين عليها فين التراث الفني ما هو موجود تروحي المزاحمية ايه؟ عندك اشياء رائعة من بيوت الطين ايه؟ جالس اتكلم 4 أجيال لعمر البيت هناك 120 سنة صح؟ ايه صحيح زي بيت الزامل وبيت شعيل وهذولا هذا منطقة ما حقول كل المملكة عندك الحسا عندك اكثر من 300 سنة لما يجوا ضيف يورونهم البيوت الطينية التراثية طب يا جماعه وروهم برضو التراث اللي مستمر أيه؟ ما نقول والله ابو جدي كان في الحاره هذه أيه؟ امي مش عارف ايش تزوجت هنا خالي كان هنا أيه؟ طيب في اشياء مستمره شكرا التراث مستمر نعم تراث الرقصات الشعبيه حقتنا صح. لازم تستمر لازم تكون موجوده لازم تكون بصمه عشان لا تنسى انا هذا برايي يعني اسف لا معك حق لا بالعكس معك حق يعني انا شايفه انه هذا الموضوع مره مهم اصلا استاذ عامر لكن اسمح لي هنا اسال استاذ مجد انا حسيت من كلامكم انه انت يعني تعرفت على الرقصه بشكل عام وراثه في العائله وراثه هذه اللي الرقصات الجنوبيه
الرقصه النجديه تعلمت في البدايه، دخلت المجال هذا يعني حاب استكشف، بعدين مع الايام شفت القصايد والاشياء هذه وعاد حبينا الشغله، حبينا نطور من انفسنا، حبينا ان ايش نتمسك بالشيء هذا تراثيا. هذا قصدي تراثيا، لو ما كان ابوه وجده موجود بها ما كان موجود بيننا الحين. طب انت ماجد يعني ممكن تعلمها لاولادك او ولدك، ممكن برضه تدخلوا هذا المجال بحيث انه تحافظوا على هذا الشيء على هذا بكل فخر. اكيد طبعا بكل فخر، اكيد شيء. انا ولدي ما شاء الله تبارك الله في اماكن ما اقدر اخذه يزعل، ما اقدر اخذه يعني اخذه معي يعني يروح لها زي بعض الاحتفالات زي كذا، يعني تعرف الاطفال لازم احد يتابعهم زي كذا، فيزعل اذا ما راح معي، اذا ما راح يبغى يروح. بس اني انا ان شاء الله اني متحمس واتمنى ان يكون في الوقت المناسب اللي انا اقدر فيه اقدر يعني اخذ فيه اللي هو اطفال معي او شيء زي كذا عشان نعلمهم الاشياء هذه. ان شاء الله يعني ان شاء الله نوصل لمرحله استاذ عامر زي ما انت تبغى فعليا، انه نثبت مكاننا ونثبت اصالتنا او ناصلها اكثر، نثبتها كمان أكثر. نثبتها اكثر ونرسخها لنا احنا قبل أن نرسخها للغير، غير السعوديين، وهذا يمكن داخليه لنا. صحيح، هو في بيته صحيح. بعدين يطلع، فاحنا زي ما تفضلت الله يسعدك نبتدي داخليا نثقف نفسنا قبل أن نقول احنا عندنا تراثيات واحنا ما احنا عارفين داخليا. صحيح. اهم شيء، وكمان ان شاء الله المره الجايه في حلقات ثانيه باذن الله انا يعني هكون جدا سعيده اذا جيتوا وسويتوا لنا عرضه كمان، ولا تنسى تجيب وردك معك باذن الله. استاذ ماجد واستاذ عامر شكرا لكم على تواجدكم معنا اليوم. شكرا جزيلا، كلنا الف فنون. مشاهدينا اطلع فاصل مكملين معاكم، لا تنسوا انكم تشاركونا عبر هاشتاج برنامج سيدتي.